الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكد عضو لجنة الخدمات النيابية خضر منتك أن رئيس الحكومة لا يستطيع تنفيذ كافة المشاريع المتراكمة والمتوقفة بسبب الأتوات التي تحصلها الميليشيات. وقال منتك إن حكومة السودان التي تطلق على نفسها اسم حكومة الخدمات في محاولة لتمييز نفسها عن الحكومات السابقة، إلا أن كوادرها هم نفسهم كوادر الحكومات السابقة، وبالتالي لن يحدث تغيير كبير خاصة مع العدد الكبير من المشاريع المتراكمة والمتوقفة، والتي أحد أسبابها هو عدم وجود نية لتنفيذها. اعترفت عضوة لجنة النزاهة النيابية سروى عبد الواحد باستشراع الفساد والابتزاز في مختلف مؤسسات الدولة حتى داخل اللجان البرلمانية. وقالت عبد الواحد إن مشكلة الاستثمار في العراق ترتبط بمنح الأموال والرشاوى للشخصيات المسؤولة والنافذة، مبينة أن الشركات العالمية الرصينة لا تقبل بذلك وتفضل عدم التورط في بيئة أعمال غير نظيفة من هذا النوع. اعتبر ناشطون في المثنى أن الأموال المخصصة للمحافظة في جوادة ولموازنة 2024 التي تصل إلى 54 مليار دينار قليلة جدا ولا تتناسب مع ما وصفوها بالمحرومية التي تعيشها المحافظة منذ سنوات. وقال عدد من الناشطين إن تلك الأموال لا يمكن سد حاجة المحافظة الخدمية في الوقت الحاضر أو إنشاء أي مشاريع، مشيرين إلى أن اعتماد وزارة التخطيط معيار النسب السكانية عند إعداد الموازنة وإهمال معيار نسب الفقر أدى إلى تدني حصة المحافظة. أعلن مجلس محافظة البصرة رفضه احتساب ترحيل الأموال الخاصة بالمحافظة من العام الماضي باعتبارها أموالا تذهب لديون المحافظة ما بين ديون الشركات والمقاولين. وبيّن المجلس أن من سلبيات تخفيض حصة البصرة في الموازنة وتداعياتها هو إيقاف المشاريع وتأخر المشاريع الخدمية التي ينتظرها أهالي البصرة. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة قد وصفت موازنة البصرة بالظالمة، رغم أنها تعد المحافظة المنتجة الأولى للنفط والتي يباد أهلها لأسباب كثيرة، منها التغير المناخي وارتفاع معدلات الوفيات بسبب الأمراض. كشف مدير الشركة العامة للسكك الحديدية يونس الكعبي عن القيمة المالية عند إنشاء سكك الحديد المتعلقة بطريق التنمية والتي ستكلف أكثر من 10 مليارات دولار. وقال الكعبي إن مشروع طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو بتركيا وأوروبا عبر السكك الحديدية بطول 1200 كيلومتر سيتم تشغيله جزئيا في أواخر عام 2028 على أن تكتمل المراحل المتبقية بحلول عام 2050. وأضاف الكعبي أن تكلفة أجزاء السكك الحديدية والطرق تصل إلى 10 مليارات وكما تصل إلى 6.5 مليار على التوالي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.